إنجيل النهاردة بيكلمنا ربنا يسوع المسيح عن التلمذة. مين اللي عايز يبقى تلميذ للمسيح؟ ممكن نقول في نفسنا يعني أنا عايز بس يعني مش ليا. يعني في حاجات الواحد يعوزها بس مش ليه. وواضح من الكلام بتاع ربنا النهاردة أن الموضوع صعب. فده للناس اللي إيه اللي تقدر عليه. تلمذة للمسيح للناس اللي تقدر عليه. الحقيقة ما عندناش اختيار. أقول لكم آية من أعمال الرسل أنا بقولها كتير وبفكر بها نفسي. يقولوا إيه في أعمال الرسل على كنيسة أنطاكيا. كنيسة أنطاكيا هي أول كنيسة هربوا ليها المسيحيين بعد الاضطهاد اللي عملوه اليهود بعد قتل استفانوس. ابتدت المسيحيين اليهود اللي كانوا يهود وبقى مسيحيين منهم تلاميذ الاثناشر ومنهم السبعين رسول جريوا من أورشليم راحوا فين؟ أنطاكيا سوريا. تعتبر أنطاكيا كنيسة نمرة اثنين. كنيسة نمرة واحد هي أورشليم هي الأم. فأعمال الرسل يقول إيه؟ ودعي اسمعوا دي كويس أوي. ودعي التلاميذ أولا مسيحيين في أنطاكيا. إيه معنى الكلام؟ الكلام واضح زي الشمس. التلاميذ اتسموا مسيحيين فين؟ أنطاكيا. بس أنا سيبك من أنطاكيا. يبقى مين هم التلاميذ؟ مين التلاميذ اللي بيتلمذ على إيدين المسيح ده مين؟ أي إنسان مسيحي. الذي يدعى باسم المسيح فهو تلميذ المسيح. ما عندناش اختيارات. ما فيش اختيارات. أحسن يكون واحد فكر إن أنا مش تلميذ، لا أنت تلميذ. إلا لو هتنكر إيمان بعد الشر على أي حد. هيقول أنا مش معرفوش. يعني ممكن نعمل زي بطرس كده نقول إيه؟ يقولوا له أنت واحد من تلاميذي يقول إيه؟ معرفوش. حد فينا عايز يعمل كده؟ لا. فإحنا ما عندناش اختيارات. العالم بيسألنا كل يوم أنتوا مين؟ فلازم نجاوب نقول له إيه؟ إحنا تلاميذ مين؟ إحنا تلاميذ المسيح. لما مسكوا الرجل المولود أعمى قالوا له إيه؟ قالوا له قول لنا. هو اللي فتح عينيك. قال لهم حكاية عجيبة قوي. أنتوا سألتوني مرتين النهاردة إزاي فتح عينيك؟ سألوه مرتين وكل مرة يقول لهم يقولوا له تاني. قالوا له يمكن عايزين تبقوا تلاميذه. الراجل قال لهم كده. راحوا شتموه. قالوا أنت تلميذه لكن إحنا إيه؟ تلاميذ موسى. إحنا تلاميذ موسى. فالتلمذة ربنا يسوع المسيح تقيلة مش سهلة لكن مجزية. ربنا ما قالش إن التلمذة بتاعته هتبقى سهلة لكن قال إنها هتبقى مجزية. فأول سؤال أنا هسأله من هو تلميذ المسيح؟ والرد هو كل إيه؟ كل إنسان يدعى باسم المسيح. فراح بص ربنا لقى ناس كتيرة. هقول لكم حاجة على حتة الناس الكتيرة دي. في الإنجيل إن ربنا مش معجب قوي بالأرقام على فكرة. كل ما تسمع في الأناجيل الأربعة كل ما تسمع إن ناس كتيرة ماشية وراه كمل القراية هتلاقي إن ربنا بيعمل فيهم إيه؟ بيطفشهم. هو مش يعني أحيانا نفرح لما نسمع يقول لك إيه ده مش عارف الكنيسة الفلانية فيها كذا مش عارف عيلة كذا نفر. عند ربنا ده إيه؟ ما يفرحوش قوي. هو اللي فرحه مين؟ التلاميذ بجد. لو عنده 12 تلميذ بجد ناويين يموتوا عشان خاطر الإيمان هيعمل إيه؟ هيستعملهم ويغير العالم بيهم. مش عايز الألفات. يقول وكان جموع كثيرة سائرين معه. حصلت دي هنا حصلت في إنجيل يوحنا 6. يوحنا 6 يقول إيه؟ ناس كتير جت لأنه شافوا معجزات وانبهروا وقالوا إيه؟ أنا عمال أتخيل من شوية الخمس تلاف دول اللي جم قال لك قعدهم 50-50. طب يبقوا كم مجموعة؟ لما قعد 5,000 50-50 يبقوا كم مجموعة؟ 100 مجموعة. طب دول يسمعوه إزاي دول؟ عمال أنا أفكر في القصة دي. يعني هو قاعد حتى لو على جبل وتلة وهو بيتكلم وفي 100 مجموعة كل مجموعة 50 قاعدين على التلة كده محتاجوا مساحة كبيرة جدا عشان صوت يوصل للآخر. ده قصة. قال لك مش مهم حتى لو مش سامعين نقعد معاه. ربنا ما انبسطش قوي من القصة دي عشان بس نفكر. قال لك في آخر الكلام في إنجيل يوحنا 6 قال لهم إيه؟ إن أكلتوش جسد ابن الإنسان وشربتم دمه ليس لكم حياة فيكم. عملوا إيه الناس دي؟ مشيوا.
راح بص كده ربنا ال 12 قال لهم انتوا كمان عايزين تمشوا؟ ما عنديش مانع. ربنا ما بيفرحش قوي بالارقام، هو ما بيطفشهمش، هو عايز ناس يؤمنوا بجد، عندهم الايمان بجد، مش الايمان اللي ينفع لينا سطحي. ايمان بجد ان الانسان يؤمن للاخر، لاخر حاجه، ومنها الاسرار. عشان كده في الكنائس بتاعتنا عندنا سر، نقول احنا نؤمن ان هذا السر هو بالجد جسد المسيح ودمه. نؤمن الميه دي ميه الميلاد الجديد، متولد من جديد. ما ربنا مش هيتنازل عن القصه دي، مش هيتنازل عنها. لكن في حاجات تانية كمان هنا النهارده بيقول لنا ايه الشروط بتاعه التلمذه. قال ايه؟ يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخواته واخواته حتى نفسه. يبغض كلمه صعبه، نحن عرفنا ان الله محبه. اول مره يسوع يتكلم على الايه؟ البغض، كانه حاجه حلوه. ايه هو ده؟ وقال عشان كده لازم كل واحد يشيل صليب ويمشي ورايا، يمشي ورايا. يبقى تبعيته ليها ثمن، عشان نصير تلاميذ المسيح ليها ثمن. يعني ازاي بقى يبغض اباه وامه واخواته؟ يعني لو وقفوا في السكه بتاعه المشي ورا ربنا نعمل ايه في الاختيارات؟ لو وقف في سكتي اب ام اخ اخت ابن ابنه زوج زوجه، نعمل ايه؟ نختار مين؟ هو ده الكلام. مره كان في واحد، افتكرت القصه دي، راجل رباي يهودي في نيويورك اسمه شلوسر. شلوسر كتب كتاب جميل اللي عنده في فرصة يقراه، صغير كتاب صغير كده، اسمه رباي يتحاجج مع المسيح. بيتحاجج معه، بيقول له يعني ايه؟ يعني الوصية اللي حطها لنا موسى اللي جابها من ربنا بتقول اكرم اباك وامك، وانت تقول يبغض اباه وامه؟ احنا الوصية تقول خد السبت اجازة ما تعملش في حاجة، وقعد مع البيت، وقعد مع الناس البيت، وقعد قضي معهم وقت وكرمهم. وانت تقول السبت نعمل فيه خير، نطلع برا. فالراجل الرباي نفسه هو اللي اكتشف ربنا عايز ايه. اكتشف ان ربنا بيأسس حاجة جديدة، عيلة جديدة، علاقات جديدة، اللي هي ايه؟ كنيسة. بيأسس كنيسة، اصبحت الكنيسة هي العيلة الجديدة اللي ربنا عايز يخلق فيها من جديد كل العلاقات دي. ومشي، هو لما جم قالوا له الحق امك واخواتك بره، قال لهم ايه؟ من هم امي واخواتي؟ اللي قاعدين بيسمعوا ايه؟ كلام ربنا، وعايزين يعملوه، مش بس بيسمعوه، عايزين يعملوه. فبيقول في تكلفه، في ثمن لان انت تبقى تلميذ المسيح. مين يقدر يدفع الثمن ده؟ قصه في التراث الروحي بتاع الرهبان يقول لك ايه؟ كان راجل شيخ كبير عايش في الجبل، كان عنده كلب زي ما تشوفوا كده، حد من الرهبان. كان سيدنا بابا يحب الكلاب، اما كان في بابا شنودة، اما كان في الدير، كان في شويه كلاب بول، في حد اداهم هديه للدير يحرسوا مش عارف ايه. فكان الراهب ده عنده كلب، قاعد معاه في المغاره فوق في الجبل، والمغاره جنب قريه صغيره. فجي واحد من الشباب بتوع القريه، طلع قال له انا عايز اتلمذ على ايديك، عايز احب ربنا زي ما انت بتحبه. قال له ماله؟ قال له بس هتقدر تعيش العيشه دي؟ قال له عيش. قال له خلي بالك عشان الموضوع ده محتاج انك تشوف الهدف. لو ما شفتش الهدف مش هتقدر تكمل. لو ما عندكش الايمان اللي عندي مش هتقدر تكمل. شايف الكلب ده؟ قال له شايفه. قال له في يوم من الايام الكلب ده شاف ارنب في الجبل ده، فقعد ايه؟ يهوهو يهوهو يعوي عليه، لغايه لما الكلاب بتاعت القريه كلها ايه؟ سمعت وفهموا ان الكلب شاف حاجه تتاكل. فالارنب بيجري، الكلب جري ورا، كلاب القريه كلها طلعت ورا الكلب. هم طالعين على ايه؟ على نباح الكلب، لكن هم مش شايفين حاجه. قعد الكلب يجري 10 دقائق، ربع ساعه، بعد على ربع ساعه الكلاب كلها رجعت من وراه، فضلش غير الكلب هو لوحده اللي راح جاب الايه؟ الارنب. قال له ليه؟ ليه الوحيد اللي فضل ثابت في الجري؟ لانه شايف. امتى الواحد يقدر يدفع ثمن ويعمل الحاجات اللي ما حدش، الناس تستغرب يقول لك ازاي بيعمل الحاجات دي؟ الديس ازاي بيتعذب؟ ازاي بيسهر؟ اما بشوي كان يربط راسه في السقف ويعلق شعره. ليه؟ لانه شايف حاجه حلوه هو بيجري وراها. لكن اللي مش شايف بيحصل ايه؟ قلبه يضعف ويعمل ايه؟ ويرجع ما يكملش. يبدا الصيام يومين ثلاثه يقول لك يوه انا زهقت،
يبدأ الصلاة يقول لك لا أنا مش قادر أقف رجلي تعبت، يبدأ قراءة كتاب مقدس ودراسة وبعد شوية يقول لك لا أنا عايز أغير، يروح في خلوة وعايز يخرج منها، يبدأ خدمة ومش عارف يكملها. ليه؟ مش شايف، مش شايف. عشان كده ربنا هنا بيقول ايه، لازم يقعد يحسب حساب النفقة، هل عنده ما يكمله؟ ايه اللي مطلوب من الشخص اللي يبقى عنده الايمان اللي احنا هنترجمه النهاردة انه الرؤية، شايف يا ترى الهدف من اللي انت بتعمله ولا لا؟ في حاجة حطتها قدامي انا شايفها كويس قوي وهشتغل عليها. زي ما تشوفوا كده حتى على مستوى العالم، العيال الشباب اللي بيلعبوا كمال الاجسام ولا بيلعبوا رياضة، حاطط قدامه ايه؟ حاطط قدامه الكاس اللي هياخده ولا الميدالية ولا الحاجة اللي هياخدها، فعمال يشتغل والناس كلها تقول له ازاي هو بيعمل كده؟ 6-7 ساعات كل يوم بيرفع حديد. يا ابني جايب منين الطاقة دي؟ قال لك انا حاطط في دماغي وشايفها قدامي ايه؟ عشان كده القديس بولس يقول لك كثيرون يجرون في الميدان ولكن واحد ياخذ الايه؟ الجعالة، لأنه ده شايف الهدف بتاعه. وقال لا يكلل أحد إن لم يجاهد قانونيا. عايزين يبقى عندنا هذه الرؤية ونسأل أنفسنا، يا ترى أنا مصدق ربنا؟ ما حدش هيمشي وراء ربنا يسوع المسيح إلا ما يكون مصدقه. يا ترى أنا مصدق الكنيسة؟ يا ترى أنا مصدق القديسين؟ هو بجد في سماء؟ هو بجد في قيامة؟ هو بجد في حياة أبدية؟ في حاجة تتداق هنا خلي الواحد يجري وراها؟ هنا بقى الحته الاخيره اللي انا عايز اقولها، ان الناس اللي جري ورا ربنا وعملوا الاعمال العجيبه دي ما كانوش بس عايزين السماء. ما هو السماء بيسموه ايه؟ هدف بعيد، هدف بعيد، يعني لازم الواحد يموت ويستنى في القبر لغايه لما القيامه تقوم. لكن الهدف القريب هو ايه؟ ان احنا ناخده هنا. السماء تبدا من هنا، هناك فرح لا ينطق به ومجيد. على القديس بطرس قال ايه؟ ان كنتم لم ترونه، ما شفتوش، لكن تؤمنون به تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يعني حتى واحنا مش شايفين ربنا يسوع المسيح، الرؤيه بالعين يعني، لكن الرؤيه بتاعت القلب، الايمان اللي هي رؤيه القلب، العين اللي جوه اللي بتشوف زي اشعه كده، زي اشعه الاكس راي، تخش جوه الحاجه اللي ما تشافش وتشوفها، بتخلي الإنسان يفرح ويبتهج. اللي عنده هذا الإيمان الثمر بتاعه الفرح، الثمر بتاعه السلام والقوة والاستمرارية، يقدر يكمل. واللي ما عندوش هيرجع، واللي ما عندوش هيرجع. عشان كده بيقول إيه؟ خلي بالك لألا تحط أساس ربنا يسوع المسيح، وبعدين اللي يحصل بعد ما تحط الأساس، حاجة كبيرة قوي، بنحط أساس ناطحة سحاب، وبعد دورين في البناء بنعمل ايه؟ بنوقف. طب بنوقف ليه؟ مفيش هدف، مش شايفين. وقالها بطريقة تانية، قال قبل ما تروح تحارب الملك اللي ناوي تحاربه هتقدر تلاقي معاك 10,000 عسكري، هتقدر تقابل الجيش عنده 20,000؟ ولا تقعد تقول له ايه؟ انت خليك في مكانك وانا خليك في مكاني. المثل ده جميل ويطبق على حاجات كتيرة، لكن ربنا هنا يقصد بيه ايه؟ المثل ده يقصد بيه التلمذلي، هتقدر ولا مش هتقدر. وهنا ما عندناش، احنا ما عندناش اختيار كناس مسيحيين. ده يخليني انا في موقف، يعني ما عنديش، زي ما يقولوا البرج اتكسر خلاص، المراكب اتحرقت، انا ما عنديش غير ان انا ابقى تلميذ للمسيح. لازم هبقى تلميذ للمسيح، فلازم ادور على ايماني، اسال نفسي كل يوم. قديس بولس يقول كل يوم، يقول لك ايه؟ امتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان. كل يوم اسال نفسي، انا مصدق ربنا يسوع المسيح؟ أنا مصدق الكنيسة؟ مصدق القديسين؟ مصدق الشهداء؟ ولا أنا بقول كده بس في الكنيسة وبقول كده قدام الناس، لكن بيني وبين نفسي في قلبي ما عنديش الإيمان ده. وعلى قد الإيمان اللي موجود معايا أمشي، على قد الإيمان اللي موجود معايا أمشي. قال علشان كده الإنسان يبقى مستعد. طب إيه اللي أنا محتاجه؟ ربنا آخر حاجة في الإنجيل قالها، إن الإنسان يترك كل حاجة. معنى صح يترك هنا، خلينا برضو مبقاش أطفال، مش إن أنا أروح الدير، مش عليا أن أروح الدير، تأخرت القصة دي كان زمان، ولا عليا أن أنا أوزع فلوسي وأروح أدور أشحت في الشارع أبقى هوملس. لا، مش هي دي توقعاتي، هي دي توقعات. إيه اللي أنا متوقعه؟
يعني واحد لما يخاف من المستقبل يقول أنا هعيا، يفكر إزاي؟ أنا هعيا، هيجي لي عيا أيا كان العيا، فكر إزاي؟ على طول هفكر في الانشورنس والأطباء والعيادات، ولا فكر أول في إن أنا في إيدين ربنا يعمل اللي هو عايزه؟ ده أول فكر يجي على بال الإنسان. تاني، يا ترى أنا قلقان على عيالي وعلى عيال عيالي، ولا أنا بحطهم في إيدين ربنا في كل يوم بصلي فيه، ومن أجل كده أنا بصلي. أنا بصلي كل يوم عشان خاطر أحطهم في إيدين ربنا وأتأكد إن هم في إيدين ربنا. دايما قولوا للعيل كده، قولوا لأي عيل صغير لو كان تعب أبوه وأمه ولا تعبكوا، تقولوا له كده، قولوا له إحنا هنغلبك. هنغلبك إزاي؟ الصلاة. أنت هتعمل بالظبط اللي ربنا عايزه واللي إحنا عايزينه، إن إحنا بنصلي كل يوم ونحطك في إيدين ربنا كل يوم ومطمنين عليك. والحاجة الأخيرة سمانا ملح. ملح قال لو عندكم دي هتدوا طعم للأرض، الأرض بقى لها طعم، لكن لو ما عندناش هذا الإيمان والاختبار ده ربنا هنبقى زي الحاجة اللي ملهاش طعم. الملح بالذات ربنا يقول عليه كده ملح، احنا ملح لأن الملح لما الملوحة بتاعته بتروح بيبقى شكله ايه؟ أنا أقول لكم الملح شكله زي الرملة، صح؟ لكن المشكلة بتاعت الملح انه بيحصل ايه لما تحطه في المية؟ طب ده ينفع في ايه بالظبط؟ هتقدروا تعملوا بيه حاجة؟ حاجة ملهاش طعم حطها في المية تدوب، هتعمل لنا ايه؟ ايه نستعملها فيه بالظبط؟ عكارة. هنعمل بيها ايه؟ ولا حاجة، ولا اي حاجة. لما تفكر منها غد بكرة، انا قعدت افكر اسبوع يا رب المادة اللي ملهاش طعم اللي لونها ابيض عاملة زي الرملة هنعمل بيها ايه؟ ما لقيتش. هو اختار الملح عشان كده، كل فايدة الملح في طعمه، لو ملوش طعم عشان كده الطعم بتاع الملح مختلف عن بقية الاكل. واحنا لازم نبقى مختلفين، الاختلاف بتاعنا هو الايمان، الرؤيه بتاعتنا اللي ربنا عايزه مني عشان ابقى تلميذ للمسيح بجد. ان هو نفسه نفس ربنا يسوع المسيح ما كانش زي الباقي، كان مختلف. لسه كنا بنذاكر في كتاب اسمه الساعات الاخيره ربنا يسوع المسيح، يقال كده ان الناس اللي كانوا حواليه في يوم الجمعه كلهم استغربوا اخر اليوم الراجل الرئيس قائد المئة اللي حضر اليوم كله من اوله لاخره، شافوا قدام بيلاطس، وشافوا قدام هيرودس، وشافوا وهو بيتهزق وبيتضرب، وشافوا هو بيتجلد، وشافوا هو بيحط عليه كليل الشوك وبيشتموه وبيسمروه، هو اللي كان مشرف على كل ده. قال في الاخر ايه؟ هذا بالحقيقه ايه؟ ابن الله. عرفه ليه؟ انه شيء غريب. قال لك انا عملت الاف الصلبان، صلبت الف واحد قبل كده ما لقيتش واحد زيه، ما فيش زيه. ربنا بيقول اذا كنتوا هتبقوا تلاميذي لابد العالم يشوف ان انتم مختلفين، ما فيش زيكم، مش زي الباقيين. يدينا ربنا ان احنا نعمل مشيئته، وان احنا يبقى عندنا الايمان اللي يغير العالم ويغير طعمه، اللي هو المجد للاب والابن والروح القدس.